السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي مشاهدين ومستمعي قنوات الدوري والكأس أينما كنتم في هذا الاستديو الخاص بتغطية مسابقة هدد التحدي في ثاني أيام مهرجان قطر الدولي للصيد والصقور. مرحبا بكم، مساء. لأنها على ذوقي هدادها وشف وكانه مثل برزان يا حي ذا العين في هالقصايد كلها ما تكفي تحزم صايد وصيده كانت ابغي براهين جميع محتركه وقلبه مطفي ولا صار فوق السيت ما يركض يلين يقدم كفوفه يدور الكفي ولا من حذفته كانه يدوس بنزين يرقى سما ويقول خلك بصفي ولا من مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من جديد لنستكمل مع بعض ثاني أيام مسابقة هدد التحدي في المجموعة الثانية. طبعا أول أيام مسابقة هدد التحدي للمجموعة الأولى يوم أمس شهدنا يوم من التحدي، بداية مميزة مثل ما نشوف الجدول الموجود على الشاشة لجدول فعاليات اليوم الثاني لمجموعتنا لهذا اليوم لهذا المساء. تحدي المعتاد بين فروخ الشواهين أو هل الشواهين وعبيد فخر، يوم مليء بالإثارة بإذن الله، راح تكون تغطية شاملة وكاملة. راح نشارككم مع ضيفنا مبارك المهندي المعروف بحساب فالكون سيل للصقور، رحب بك على قنوات الدوري والكاس. الله يحييك ومشكورين على الإضافة. طبعا مبارك، نتكلم على ثاني أيام مسابقة هدد التحدي. شفنا اليوم الأول مشاركة تقريبا 31 فرخ شاهين، ولكن كان في اجتهاد، كان في تحدي، كان في إثارة، والجملة المعتادة لم ينجح أحد. أنت قلت 31 متسابق أمس، بالفعلية 17 والغياب 14، هاي نسبة كبيرة من الغياب. لكن الأمانة الطيور أمس بعضها أدت، لكن ما حالف التوفيق، ونتمنى اليوم إن شاء الله إنه ما يكون في غياب، وإن شاء الله الطيور يوم تأدي أزيد من أمس. بالفعل نشوف اللستة اللي موجودة من الإخوان من اللجنة المنظمة تقريبا 16 مجموعة صحيح. على مدى المهرجان بشكل عام المجموعة الأولى أو كل مجموعة تحتوي ما يقارب على 31 متسابق. اليوم الأول الحضور كان ما يقارب 17 شخص أو متسابق شاركوا في هذا اليوم، لكن الكثير من متسابقين والموجودين في مرمي نسمع أن المجموعة الأولى الثانية يكون فيها نسبة غياب كبيرة. الغياب يحصل في البداية ولا في النهاية، لكن أكيد عندنا عذرهم معهم، أما طير مريض ولا طير ما هو بجاهز. كثير من المتسابقين يقولك مثلا على آخر الأيام يكون الاستعداد أقوى، يكون صحيح. جاهز كل ما تأخر صحيح، لأن بعض الطيور كم اشتراها قريب، ففي وقت أنه يدرب يعني يكون طيرة جاهز. وإذا تعطينا رأيك على أول أيام مسابقات اللي هو كان يوم أمس. أمس لازم قلت لك يوم وهدد عالمي صراحة بعض الطيور، لكن ما حالف التوفيق، والحمام أمس كان قوي للأمانة. عبد الله فخر جاهز، هو جاهز كل وقت، لكن التوفيق كبداية لمجموعة الأولى كان في عروض ممتازة، شفنا جاهزية هل
الطيور الصقاقير موجودين، اثبتوا لنا ولا بيتفاخرون نعم في المجموعات الجايه ممكن يكون في تعليق او تزبين. صحيح، واليوم اتوقع ان في ان شاء الله متاهلين 4 أو 5. يعني اليوم تكلم على ثاني مجموعه معنا في مسابقه هدد التحدي. في اسامي كثيره. نعم. لكن الطيور نجهلها ما شفناها، لكن بنرجع على الاسامي القويه. عندك فريق الادعم، عندك فريق تويوتا، علي بن سعيد بن تويم، جابر بن عايض بن ختيم، علي بن سال، علي بن سليم، والشيخ ناصر بن احمد، وعندك شاهين بن خالد بن شاهين الغانم. هذا الاخوان اللي ارشحهم. اكيد اذا تكلمنا على الاجواء بشكل عام، الهواء اللي هو مناسب لهم، يعني نشوف اليوم هواء خفيف، اليوم الهواء ازين من امس، اخف واجد، كثير من الامور في صالح هالشواهين. اكيد اليوم ما لهم عذر ان شاء الله. اكيد اذا توجه مبارك مهندي لك حساب تواصل اجتماعي، كثير من هذا المجال هالطيور تواصلون في مهرجان مرمي. يعني مهرجان مرمي يعتبر من اكبر المهرجانات اللي تجمع السقاقير. نعم. ردود افعالهم، رغبتهم في المشاركه في مرمي. كثير لهم رغبه، لان اقول لك لو يفتحون اليوم تسجيل فروخ شواهين يمكن فوق 200 طير يتسجل. الكثير يطالب. هذا طبعا مبني على تجهيزاتهم مستعداداتهم بداية الموسم. في بعضهم، وفي بعضهم كانوا قانصين برا يبون يسجلون، فما كانت الإمكانية أنها تسمح أنهم يرجعون. نعم. فتكلموا الأخوان في البرامج الأخرى إن شاء الله، وعلى الله يسمعون الكلام. ممتاز. أجل اليوم توقعاتك بشكل عام، إحنا شفنا المجموعة الأولى أو الجزء الأول من المجموعة الأولى دخلوا إلى الميدان. نعم إن شاء الله أن أتوقع لقيتك فريق الأدعم وتويوتا مجموعة الآن يسوون الخبر إن شاء الله بإذن الله. طبعا بعض المتسابقين وحسب الأسماء اللي موجودة، حسب المراكز اللي لهم، حسب القرعة، القرعة العادلة. نعم. الكثير منهم لهم رغبة أنه يكون في آخر مسابقة اليوم، كل ما تأخر الوقت عنده كل ما كان له أفضل. صحيح، هذه كل يتمناها الجميع، الكل يتمنى أن يكون في آخر الأسامي، يعني في آخر الأيام. أكيد هذا طبعا بنشوفها في مسابقتنا للمجموعة الثانية. وأكيد يا أبو سعيد مسيك بالخير، ولك رأي في الموضوع هذا من ثاني أيام مجموعة هدد التحدي. الله يمسيك بالنور، مسي عليكم، مسي على أخوي وناشطنا في الله يجزاك خير أخو علي، الوسائل الاجتماعية في نقل كل ما يهم الصقاقير والهواية. مبارك المهندي، الله يمسيكم بالخير جميعا، مسي على جمهورنا اللي مهتمين وكلهم ينشدون اليوم. وش اللي صار؟ ما بعد صار شيء، لكن هم من الحماس اللي فيهم. أتمنى طبعا المشاركين كلهم التوفيق. سمعت بعض الكلام اللي انتم تسولفون فيها والحوار من ناحية الجو أو من ناحية خلاص، هي اليوم سواء حر برد هواء شمال جنوب، هو الهدد حاصل إذا الله وفق حاصل، لكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى، ويبقى ان هناك طيور اهلها يقول لك انا من جاهزية الطير ما ودي اهده مثلا بدري شوي، لان الطير دائما كلنا والصقاقير يعرفون ان الطير له وقت عشاء. بعض الطيور يكون استعداده وقت العشاء اكثر منه اذا قدك بتهده، له رغبة، لكن اذا قدك بتهده في وقت ثاني ما هو بوقت عشاء اللي هو متعود عليه، يكون يمكن جهده يكون شوي اقل منه في وقت العشاء. يعني بسيد إذا نستغل بداية الحلقة اليوم نعلق مثلا على مسابقة أمس، يعني شفنا بداية طيبة، بداية جدا مميزة أمس، وطيور لو حسبناها نسبة مئوية الطيور أمس ما قصرت، لكن التوفيق نقصها مع الله وفقها في صيد، ولا عندنا 3 طيور من غير طبعا قصور في الطيور اللي هدت، لكن 3 طيور ما قصرت، وبعضها يمكن حتى جات الساعة 10 في الليل أو 11 في الليل ما بعد عين إلى حد الحين معين، أو إلى ذا الحين معين. إلى الحين بعد معي نطير. أكيد حتى إذا شفنا أكثر التعليقات اللي كانت موجودة مثلا، رغبة المشارك بشكل عام يتمنى أنه ما كان موجود في اليوم الأول. مهو إلى اليوم الأول، هو يتمنى أنه يجي المنصة هذي وأنه يكون له تتويج على جهود هذي كلها. ترى القصد الجائزة مكملة لفرحته هو بتهنية إخوانه وتباريكهم له إلى جاو، هذه تسوى عنده الشيء الكثير على جهوده وعلى تعبه اللي هو تعبه. وحتى كنا البارحة نسمع
في برنامج العنة، حديث الربع اللي دار كله حول يعني انه يعوض حتى لو بشيء بسيط، اول شيء يرفع معنويته، ثانيا فيكون يعني مساهمه في انه خسائره اللي هو خسر، لكن كسره التوفيق فيها انه ما اخذ جائزه. اكيد طبعا بدايه اليوم تكلم انا واخوي مبارك على تجهيز عبيد فخرو لمرمي السنه دي. عبيد احنا نسميه ملح البطوله، عبيد اخ عزيز للجميع، وتجهيزاته مثل ما احنا اهل الطيور نجهز، عبيد يجهز وكلنا يبغى يستنقذ، يعني خلينا نقولها بالعاميه يستنقذ ان الرياجيل لا ياخذون منه شيء. وعبيد كل سنه متنفذ، احنا نقول كل سنه ان عبيد يمكن يحصل عنده يعني تدريبها والحمام يتدرج عنده. عبيد اذا جاء قال انا ما عندي تدرج، عندي صنف واحد وانزل صنف واحد، وانت وعاد السابق تظهر يدها، اللي يبغى يفوز الحمام قدامه. طبعا مبارك انت اليوم ما شاء الله توقع ان اليوم يكون مفروض يكون في تعليق او تزبين، اذا تعطيني توقعاتك يعني مبارك نذكرها على اخوي ابو سعيد. ان شاء الله فريق الادعم وفريق تويوتا وعلي بن سعيد بن تويم بن اخس وجابر بن عايض بن خجيم وعلي بن سليم والشيخ ناصر بن احمد بن ناصر بن جاسم الثاني وشاهين بن خالد بن شاهين الغانم. يستاهلون انت، يستاهلون خذها انت. ختم المهرجان من البدايه، جرب يوفقهم والله الاسامي واجد والرياجيل كلهم عيونهم كلهم للناموس وللفوز. راشد بن فهد بن زابن الدوسري بعد له حضور، له حضور قوي في الطيور. عندك الشيخ خليفه بن حمد بن علي، يعني هذا رياجيل يتعبون. سلمان بن سلطان، القاشوطي، يعني لو نتكلم بشكل عام يعني ممكن اول يوم في المسابقه كان صعب لنا نتوقع، ولو ان شفنا تجهيزات اكثر الصقاقير المشاركين. اليوم ثاني ايام المسابقه، شوف الاخوان بعد دخلت السيارات للميدان. صحيح، والسيارات ما شاء الله اليوم يمكنها اكثر منها امس كحضور مشاركين، لكن ترى اليوم خلنا نقول الهواء شوي يمكن مقاير للهواء امس او الجو امس. والله يا علي انا اتوقع ترشيحاتي كلها غلط. لا ان شاء الله. تدري ليه؟ تدري ليه؟ لا سامي اللي عندي غير اللي عندك. لا اي والله ما يصير. اي والله لا ان شاء الله اللي عندي يمكنها نعم يمكن في اختلاف في اسامي في الكشف. اكيد نتوقع بالفوز ان شاء الله، نشوف اول الفائزين معنا في مسابقات هدد التحدي، نقدر نشوف المتسابق الاول في الميدان على الشاشه، ويكون باذن الله اول المتاهلين معنا من المجموعه. هم ان شاء الله اللي بيشوف الربع ذولا ان شاء الله انه فايز وانه ان شاء الله متاهل ومتوفق. هذا شوف طبعا راشد فهد، نعم زابر الدوسري، نعم طير رقم 2 والمتسابق رقم 2. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. وأكيد ننتقل للميدان لنسمع التعليق. بسم الله وعلى بركة الله. جمهور العزيز مرحبا بكم ومسهلا في مهرجان قطر الدولي العاشر للصقور، وفي ثاني يوم الهدد التحدي. مرحبا باخواني المشاهدين، ومرحبا بالجمهور الحاضرين، ومرحبا بمتعب الحطاني اليوم خلف اقوى السياره على قولتهم خلف السكان. يا مرحبا والله اني صادق ومصادق، انا اقول لك مرحبا ما شاء الله. مرحبا يا ربي وفق الحمام وفوق الطير، وقول يلا تعينه. والطير رقم 2 راشد بن فهد بن عبد الهادي بن زابن الدوسري، والطير اسمه ذهب. ذهب يا ذهب، يلا تعينه يلا. راشد بن زابن الدوسري، راشد بن فهد. طبعا راشد بن فهد قامص في باكستان، نقول فاله توهيق ان شاء الله والله ينومش. نقول يلا تعينه يلا. جهاد يا دليل، اللهم صل وسلم على محمد. على علمي انه قامص في باكستان، لكن هو موجود، هو اللي هد الطير، ما ادري من اللي هد. اني ماشي. يلا تعينه يلا.
الشهادة يدرين. اللهم صل وسلم على محمد. صدق يا ابو مبارك صدق. روح يلا تعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله. ما شاء الله يلا تعينه يلا. يلا تعينه يلا. يلا تعينه يلا. الشهادة يدرين. ما شاء الله ولا اله الا الله. ما شاء الله ولا اله الا الله. الحين الربع يشوفونه لكن احنا والله ما شفنا. ما شاء الله ولا اله الا الله يا ابن زابل. Thank you.
أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا أول متسابق معنا للمجموعة الثانية، يعني لو ناخذ رأيك يا أبو سعيد على أول مشاركة معنا للمجموعة الثانية. والله الطير كان أول ما هد كان هنا في الميدان حديد الطيب، طبعا هم راحوا الظاهر شرق، وشرق دائما تكون صوب المطبات وعقبها اتجاه المصنع. فنسمع التعليق قبيلة مع حمد على الطير، حمد الجميلة، عقبها انقطع الظاهر الرسالة بعد الرياجي. أبو سعيد ودنا نسمع صوتك كذا، بس تقرب الميكروفون شوي. الصوت الحين اوكي؟ واضح، تسلم. فاقول لك كان مع حمد، لكن الظاهر ان ابعده، ما عاد سمعنا تعليق على الطير، لكن الطير كان يعني مستواه زين في الطيار، وحتى في مستوى التعليق اللي كان يعلقه حمد على الطير انه ان شاء الله مقبل بخير، والطير اسمه ذهب، يعني الظاهر انه ما ان شاء الله انه ما يطلع غير الذهب باذن الله. مبارك، شفنا اول مشاركه يعني. صحيح، الطير الناس ما قالوا اخوي علي طلع طيب، وننتظر والله حمد، ما عاد شفنا شيء. وبناء على اول مشاركه يعني ممكن نعطي توقعاتنا، راينا على المشاركات الباقيه معنا اليوم. بدايه طيبه، بدايه شفنا طيبه، مستوى قوي. ننتظر الطير الثاني الحين حق ابو فهد بن زابن، حتى لو نتكلم مثلا على مستوى العروض، يعني يوم امس المجموعه الاولى فعليا ابو سعيد تقريبا ثلاث عروض او اربعه هي اللي تقريبا اربعه اللي كانت. نعم، ترى واحد من العروض يعني انا لحد الان اقوله انها، وعقب ما نشدت منه طلع ان الطير تجهيزه بسيط جدا، طير دعو، يعني ما كان حتى مجهز ذاك التجهيز للهدد الحمام اللي هو طير علي بن سعد الهولي. فالطير من ميزه تهدده انه هد اول شيء راح العبيد، بغى يضرب عبيد عقب ارتفع على ثار الحمام. فاقول هذا من الطيور اللي تهدد، لكن ما الله قسم لي، يمكن لو انه مجهز تجهيز انه اقوى كان مع مسحانه للرجال والحقانه للحمامه، كان هذا صلى الله على محمد، ما في حيل. فنتمنى التوفيق، نبغى ان شاء الله نشوف عروض، واكيد ما حد جاء هنا الا بطير مستعد ويبغى يقدم عرض، ما حد بجاي هنا يتمشى ولا يحط اسمه ويهد هدد عادي ويطلع، مستحيل. اكيد طبعا، حتى يعني امس تقريبا شفنا الكثير من الاخوان ما زالت استعداداتهم تجهيزهم مستمر. صحيح، وشفنا غيابات، ما كان ودنا احنا نشوف الغيابات. انا اقول هذا الغيابات يعني، بس سيد تكلمنا انا ومبارك من شوي على الموضوع، يعني توقع يعني بحكم مرمي السنوات الماضيه المجموعات الاولى، المجموعه الاولى والثانيه بالكثير الثالثه، يكون فيها غيابات بسيطه لين يزيد العدد الايام الجايه. اكيد، ترى بعض الطيور اهلها يوم جاءوا يسجلون كانوا يقولون ترى الطير ذا توه شارينه الليله وجايين نسجله في اخر يوم كان في التسجيل، وطلع من حظه اول يوم ولا ثاني. نعم. يوم في البطوله، يعني ما في حتى 10 ايام من يوم شره، هو يدري ان الطير مو بجهز ولا يبغي يجيبه يفشله ويهده هدد عادي ويطلع، لا يحافظ على مستواه وبيخليه عنده وبيجرد الطير عنده في الهدد وبيخليه افضل من ان يجيبه هدد اللهم اني سجلت اسمي وهدي الطير وطلعت. يعني ما اعتقد ان بعضهم او كثير من اخواننا ان هذا تفكيره، بس يهد ويطلع، لا، اذا ما هو بحط بصمه وساير له مستوى طيب مع اخوانه الباقيين ما هو بجاي. مبارك، كناشط في تواصل في حسابات التواصل الاجتماعي، يعني نسمع بعض الاسباب هو المشترى متاخر، يعني لها اعداد كبيره، كثير من السابقين يشترون في فتره متاخره. صحيح، في طيور تجي متاخر، بعضهم ما عنده الامكانيه انه يشتري بسعر مرتفع، فمع بدايه مرمي تنزل اسعار شوي، بعضهم يشتري ويدخل غرعه، يقول يمكن يجي اسمي اخر الاسامي من تاريخ 24 ورايح، فهي حظ نصيب. اكيد طبعا، نشوف اعزائي المشاهدين المتسابق عبد العزيز محمد العجمي. نعم، العجمي من على التوفيق. صبر صبر يا فخ. السلام عليكم. العجمي طبعا راي تصريحاته بعد. صوت واضح. ان شاء الله نفع له التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله. عبد الله فخر جاهز. ومتحمس شوف عض القطرة. لا لا الحين يا ما شاء الله. اتمنى له التوفيق ان شاء الله، واكيد ننتقل. يبغى يسفر الحين هدي.
اما الان تغلل الميدان نسمع التالي. ثاني المتسابقين ورقمه في الكشف 5 عبد العزيز بن محمد بن علي بن سيف العجمي، والطير اسمه زيزو. الطير اسمه زيزو يا راعي زيزو، وهالك التوفيق يا راعي زيزو. والحمامة سما مرمي. مستحيل الحمامة سما مستحيل مستحيل يا راعي زيزو. يلا تعينه، يلا يلا تعينه، يلا تكفى يا زيزو. زيزو يلا تعينه يلا، والله انا كفى خيرين قال بس، لكن ان شاء الله ان الله في عينه. يلا تعين راعي زيزو يلا. وين راعي زيزو؟ ما شاء الله لا اله الا الله. يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا. مو سهل زيزو، ما شاء الله لا اله الا الله. فوقه الحمامه يا جمهور، روح الشمال يا ابو مبارك. يلا تعين يلا يا هادي يا دليل. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله. معك حمامه يا راعي زيزو، يلا تعينه يلا. وين الحمامه؟ الحمامه راح شمال، الطير راح جنوب يا راعي زيزو. معك حمامه، احذف له لا يحوم، احذف له احذف له. مالك التوفيق ان شاء الله المسابقات الجاية.
جمهورنا العزيز، اما الان مع المتسابق رقم 6 فالح بن ناصر بن فالح القحطاني، والطير اسمه عساف، والحمامه اسمها مشيرب من صندوق مشيرب. وعساف ان شاء الله انه بيصيد، وعليه ترشيح من اخي متعب بن مبارك القحطاني وفالك التوفيق. يا القحطاني فالك التوفيق ان شاء الله. الطير ذا شيخ على الحمام بالارتفاع، ما شاء الله ولا اله الله، ارتفع من عندك تعرف الزين. يلا انت عينه، يلا يا هادي ادريس، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الله، الطير ذا بيروغ الحمامه ان شاء الله. انه بيروغها يا ابو مبارك، ابشرك انه بيروغها. ما شاء الله ولا اله الله، يلا انت عينه، معتليها الطير، اللهم صل وسلم على محمد. لا يروح من عينك يا ابو مبارك، ما شاء الله حي والله ذا الطيار، اللهم صل وسلم على محمد. بيروغها الطير ذا، كان يعرف الشوايين ان شاء الله انه بيروغها. طبعه طيب، اللهم صل وسلم على محمد. قريب والحظ طيب ان شاء الله، ما شاء الله ولا اله الله. قامت تفرق شوي، لكن ان شاء الله نبي الحقها على مستواها الحين 100%، على نفس المستوى. توجه صوبك الشيخ ناصر بن عبد الله بن حسن، الله يمسيك بالخير انت والاخوان اللي عندك في عند الشيخ. قول يلا انت عينه، راحت غربه بشر بالناموس المبارك، راحت غربه بشر بالناموس. الطير بيروق بحيل الله وطعته انه يروق، ما شاء الله ولا اله الله. فهد العنزي خليك قريب يا فهد، الطير فوق الحمامه، فوقها يا جمهور. المنصه 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 المنصه، راحت فوق المنصه يا ابو فخرو، يا ابو فخرو جاك الموت يا ابو فخرو. يلا انت عينه، يلا يا هادي ادريس، اللهم صل وسلم على محمد. حيث الشوف هذا الذي لا طار من كف راعيه، حلف عليها ما تعدى المنصه، ابعدت شيء يا ابو مبارك، لكن ان شاء الله نبي الحد. يلا انت عينه، يلا يلا انت عينه. والله يا جناح انه يقدح يقدح يا عبيد، يلا انت عينه، عودت صوبنا. يلا يا ربي وانت ربي، لا تصفر يا ابو فخرو، اسمعك تصفر. يلا انت عينه، يلا يلا انت عينه، يلا. كبدي تكفى حمامه راحت، لكن عادي يرتفع، عادي يرتفع، ما سمح الطير ذا، ما سمح يرتفع، يمكن عنده خطه. حمامه قدامه يا ابو مبارك، احسبها راحت شر، هذه قدامه، هذه قدامه. يلا تعينه، يلا يلا يا ربي انت رب، تيام تيام تيام، يمين يمين، يلا تعينه، يلا. اللهم صل وسلم على محمد. فوقكم هذا هذا هذه المتعه، هذا الاستمتاع يا جمهور. يلا تعينه، يلا يلا يا ربي انت ربي. انفكها علي يمكن تحول في المنصه، يمين يمين يا ابو مبارك، يمين يمين، يلا تعينه، يلا. ما شاء الله ولا اله الا الله، يلا يا ربي وانت ربي، يلا بتوفيق من عندك. هذا الطير يستاهل جائزة يا جمهور في المنصة عند مكان أدده فوق ارتفاع يا ابو فخرو. يلا انت عينه، يلا يا هادي دليل، اللهم صل وسلم على محمد. عبيد ما يدين الحمامة اللي تدور، يبقى الحمامة اللي تطق على طول تستمت، تروح المعبرية ولا تروح لعزبة الوكرة، لكن الطير هذا بيصيدها ان شاء الله. عساف تكفى يا عساف، روح ابو مبارك، روح الشرق، ما شاء الله ولا اله الا الله. يا عساف عساف يا عساف، تكفى يا عساف عساف، يلا انت عينه، يلا. اللهم صل وسلم على محمد. لاحق حي والله ذا الجناح، خرشه اللي طارت تزوى من الروع، وقام يتذنى الموس وهي طويله، يبغي لها شاهين صايد ومقلوع، يقدح جناحه من القدح الفتيله، والله انه يقدح. اللهم صل وسلم على محمد. مصيوده يا عبيد بحيل الله وطعته، استسلم يا عبيد استسلم، يلا انت عينه، يلا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. روح يا ابو مبارك روح، لو ينتفض من قطعه الموتر الكير خلى قبل، لو كان تظهر بلوفه. ما شاء الله، شوف الطير، شوف فوقها الطياره بالضبط بالتحديد، فوق الطياره والطير لاحق. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله يا ابو مبارك، اشكر فنك يا ابو مبارك. لاحق ابشرك العساف، لاحق 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 لاحق، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ولا اله الا الله، يقع طاني اشكر فنك، يقع طاني اشكر فنك، اللهم صل وسلم على محمد. يلا انت عينه، روح يا ابو مبارك، روح روح ورا الطياره، شفت الطياره اتبعها، هو يتبع الطياره، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا تعينه، يا اللهم صل وسلم على محمد. برا تبريده شاهين، تكفى تكفى، روح تبريده، فصل فصل تبريده ويحول. يلا تعينه، يلا تكفى يا عساف عساف يا عساف، يلا تعينه، يلا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. يا ترى مبارك الطير يحول، الطير يحول وهو صاب ان شاء الله انه معي. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا تعينه، يلا يلا تعينه، يلا يلا تعينه، يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. يا عساف اشكرك يا راعي عساف على هذا التجهيز، اشكرك على هذا التجهيز، واشكرك على اختيار هذا الشهيد، ما شاء الله لا اله الا الله. يا الله انت عينه، يا الله يا الله انت عينه، يا الله يا الله انت عينه، يا الله. اللهم صل وسلم على محمد. يا رب عند الفتره قدامنا ماشي قطب في مرمي قدامنا ذا الحين، انتبهوا الطير ان شاء الله انه يحول، خليها يحول يحول وهو صاب. يا الله انت عينه، يا الله. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله. يا الله انت عينه، يا الله انتبهوا الاخوان اخوان. يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله.
طبعا أعزائي المشاهدين، مثل ما اعتدنا على العروض المميزة والقوية هنا في مسابقة هدد التحدي، خصوصا لمجموعة اليوم مجموعة الثانية، شفنا مشاركة للمتسابق فالح ناصر القحطاني. طبعا مبارك، يعني عرض قوي، أتوقع من العروض القوية معنا من بداية مسابقة هدد التحدي. ما شاء الله، الطير من يوم طلع وهو في طلوع، ما قصر عز الله، ما قصر، طلع الطير طيب، شد انتباهك من بداية الطرد. نعم، اشوفك مركز معهم. نعم، الطير في طلوع يعني ما شاء الله عليه، حرق على نفسه، جناحه طيب الطير. اوكي ابو سعيد، يعني احنا سمعنا حتى حمد الجميل يقول استسلم يا عبيد، الجملة هذه اذا قالها درينا انه في عرض. لا بس قدام استسلم مميز. يا عبيد قال الحمامة تحرق. نعم، جناحها يقدح، يعني الحمامة قوية، لكن الطير الله يبارك الرعية فيه، عز الله انه اداء طيب وجناحه قوي ومستوى الطير طيب، يعني حتى ما برد، وبعدين الطير يطلع يعني ما راح في اثر الحمامه علشان يروح جهده كله ويتبعها. الطير قام يقول روحه فوق، يبغى يشيخ عليها، الحمام قوي. الطير هذا من الطيور اللي لو قلنا على كلام الربع البارحه في العنه انه في طير يعطى للعرض، هذا من الطيور اللي ممكن تعطيها انت، يعني تكون مجموعه طيور من العرض، لانه سوى عرض شافوه الناس ولا كلهم، بعكس لما بعض الناس يقول لك انا الطير ادى او سوى عرض لكن راح، حتى الكاميرات ما عاد جابته، من اللي شافه ولا من اللي شاف عرضه، انا ما استفدت من عرضه شيء، العرض يسويه لي في الميدان ترويق حمامه ولا بعلاقها ولا ان شاء الله لو خذ منها ريشه، المهم انه قدم شيء الناس شافته، هذا اللي ممكن. الطير ذا الله يبارك الرعيه، والطير ذا عاد وراه جهد قوي، نقول ان شاء الله انه يمكن ان شاء الله يجيب خبر اخر. الهن هو اخفوه الربع. نعم، ونقول الله كريم ان شاء الله، لنا والرعيه الخير. واذا تكلمت على العرض الطيب اللي يكون في الميدان، يعني العرض، إيه العرض الطيب في الميدان، المهم انه يكون يشوفونه الناس علشان الناس تتكلم، شوف العين يجذب إيه المتسابق والمتفرج. راحوا على ثره وعينوه مزبل ولا عينوه في مكان ما، انا ما شفت عرضه علشان اقول والله الطير ذا سوى لي عرض، ظهر هو يا الحمامة مستمتين كلهم معه، وانقطع منهم الرسالة وانقطعت الكاميرات وأنا ما شفتهم. يشوفه يمكن، يعني يمكن بعد اللي يشوفه سيارة التعليق أو واحد من اللجان، ولا ما حد يشوفه، راح الطير وعينوه بالجهاز، وعقبه يدخل في مجال أنه ليه ما كان هذا الطير من الطيور اللي قدمت عرضه ما قدمت، يمكن يكون هنا هي اللي هنا تفتح الإشكالية أنه فيها وما فيه. بشكل يومي على حسب المجموعات، بشكل يومي على حسب المجموعات، وبتشوف عروض، يعني الطيور ما بعد عاد، احنا توحنا قايلين بسم الله، أكيد. ما بعد حما
الموضوع عاد عندك ما شاء الله صلاة محمد عندك مجموعات وأيام إن إذا الله أحيانا وإياكم شفتوا عروضك حتى اليوم يعني مبارك إحنا في بداية اليوم وثالث مشاركة معنا للحين شفنا عرض مميز أتوقع يعني بيذكر إلى آخر يوم في مسابقة هدد التهدي الطير ذا اسم الطير حلو عساف من أسامي الشواهي سمعت اللي إحنا تعودنا عليها والله يبارك الرعية يعني ولا رشحها متعب اللي هو عارف متعبنا مباركك حطاني فالله يبارك له وإن شاء الله إنهم يردوننا خبر طيب وإن شاء الله البركة بعد في إخوانها اللي عادهم جايين يعني عندك تقريبا 31 طير إذا ما فيها غيابات لسته طويلة ما شاء الله إن شاء الله ونتوقع بإذن الله نتأمل أكيد إن يكون الحضور أكثر أكيد لك حين ودنا شيء يزبن عندنا هنا ولا يزبن في المنصة يزبن حولنا وهنا باب مبطل ولي على رويه الحمام أقول له شوي الباب مبطل ربا تزبن فيه عام أبو سعيد حصلت يعني كان قريب من عندنا نعم. من المنصة صحيح شوف العين يعني جانا مرة قريب خصوصا كان ممكن آخر يوم نعم في هدد التحدي كان ذاك الجو بعد ذاك النهار زين والمخاب ظني كان فريق تيوتر نعم آخر مشاركة لهم نعم صحيح الله يوفقنا يوفقهم فريق تيوتر مثلهم مثل الفرق الثانية يعني كلهم مجتهدين ويشترون ويتعبون ويدربون والتوفيق على الله سبحانه وتعالى هذا شفنا لهم تقرير أمس في برنامج لأن أكيد نمسي عليهم بالخير نعم. شفنا تجهيز وإعداد كل الفرق المشاركة شفت التجهيز اللي أنت شفته عند تيوتا إيه؟ هذا التجهيز لو تدور المخيمات كلها تلقى نفس التجهيز ونفس الآلية كلا مجتهد وخلاص وضحت يمكن فيها أشياء معرفة الطير نفسه كيف هدده ولا وزنه ولا لكن الباقي كله جهد قوي على 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 المتسابقة أكيد طبعا ننتقل إلى مسابقتنا نشوف الشيخ خليفة بن حمد الثاني نتمنى له أكيد التوفيق وننتقل للميدان طير الشمال المرخية يقول هذا التوفيق يا رب أترب اللهم صل وسلم على محمد يا الله سيد حي والله قد طبع الطير يرتفع عندي إحساس اليوم معنا متأهلين اثنين مرحبا يا ابن معز قول يلا تعيني يلا روح يا ابو مبارك هربني منه يا ابو مبارك شايخ الطير اللهم صل وسلم على محمد المرخية جعل فاز الناموس ان شاء الله مرخية المرخية طير اسمه المرخية معجليها حي والله ذا الطبع حي والله ذا الطبع نقول يا الله تعيني يلا ما شاء الله لا اله الله حمامه قدامه تحته حمامه قدامه تحته والطير ذا ان شاء الله انه بيروغها الراحة شمال راغها والراحة جنوب بيروغها الطير يحول يا ابو مبارك وقربني منه وروح يا ابو مبارك عود الصوب المنصة ما شاء الله لا اله الا الله يلا انتعينه يلا انتعينه اطلع يلا انتعينه يلا بيروغها ان شاء الله روح يا ابو مبارك قربني منه ما شاء الله لا اله الا الله يلا يا ربي انت ربي الحمامة تحته يا ابو مبارك ما شاء الله لا اله الله لكن قصر من دونها رعية خطط حمامة عبيد رعية خطط حمامة عبيد راحت شمال عقبة جات من فوق لكن ان شاء الله نبي الحقها يلا انتعينه يلا ما شاء الله لا اله الله يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي عودت صوب ابو فخر عودت يمين يلا انتعينه عادها بتروح يشارها يا ابو مبارك مسارها مسار اللي بتروح شرقي يلا انتعينه يلا هذه دليل اللهم صل وسلم على محمد بذلك بتروح شرقي يلا انتعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد المرخية ولا حمامة فخر يلا انتعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل يمين يا ابو مبارك يمين عود الطير يمين يلا يا ربي وانت ربي الحمامه قدامه تحت يا جمهور الحمامه تحت يلا انتعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد تكفى يا راعي المرخيه يلا يا ربي وانت ربي بيروح الطير هذا ان شاء الله بيروح راحت صوب الشمس قدامه تحت يا ابو مبارك قدامه تحت الحمامه هذه بحال الله وطعت ان ارويكم حجلها ان شاء الله تيامن يا ابو مبارك تيامن يلا انتعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد راحت الحجوم التحدي راحت الحجوم التحدي بتصاد ان شاء الله يا ابو مبارك روح يا ابو مبارك شق يا ابو مبارك شق روح هي سمعني صوته يلا انتعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد يلا انتعينه يلا روح يا ابو مبارك ما شاء الله لا اله الا الله المرخيه العشاء عندك يا ابو خليفه رايح لعجبتك ان شاء الله بتصيب يصيد في العجبه ان شاء الله بيصيد تحت كرفانك ان شاء الله يلا انتعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله لا اله الا الله خلي سيده يا ابو مبارك تكفى سيده يطرد
ويصف تقفى، لكن يحول يحول يلا تعيني يلا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله ليلة تبي تفرج مبارك. شوف شوف روح 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 بس حتى فرج. انا اللي بتفرج. الله تعيني يلا. اللهم صل وسلم على محمد. طير يحول طير يحول تكفى وتري يمينه تكفى مبارك يمينه. طير يحول يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يصف ويحول طبعا. شفنا مشاركة الشيخ خليفة بن حمد بن علي سعود الثاني. مبارك انت استبشرت بداية اليوم ان راح نشوف عروض مميزة، عروض قوية، وبالفعل ثاني عرض معنا مميز. الأمانة طير الشيخ خليفة بن حمد أداء طيب، لحوقه طير مجهز يعني، ما جاء طير ما هو مجاهز. لا مالك انت متاكد انه بيتاهل الطير، خصوصا انه راح غرب. نعم، واللي يروح غرب ما عاد يعني، الحمام اللي تروح غرب ما عاد تعود تقتل اليوم الى ذا الحين الله اعلم. لكن اسمع حمد يقول ان الطير يطرد ويصف، يمكن الطير حتى استنكر بعض الطيور، يمكن يستنكر المكان وعقبه يغير طياره. فريق احنا نقول هو جاي من المرخيه، لكن ترى المرخيه سوت فريق ومن اول سنه وهم حاطين لهم بصمه، فان شاء الله اسم المرخيه ان شاء الله انها يكون متواجد وبقوه. صلح لي ذو السعيد اذا ما خاب ظني، فريق المرخيه من السنه الماضيه. نعم كان لهم. نعم من السنه الماضية. صحيح دخولهم كان قوي ما شاء الله. دخولهم قوي واستعدادهم قوي، والطيور اللي هم جابوا كلها الله يبارك لنا ولهم ما فيها حيله. والطير ذا ان شاء الله عز الله ان طيار الطير ذا من يوم طلع يعني، شوف الطير اللي يؤدي المعلق يشتط، الجمهور يشتطون، أنت هنا في المجلس يفتح عندك محاور حتى للحديث، لأن الطير في استعداده. شلون الطير ذا استعد؟ شلون الطير ذا طار؟ شلون مستواه؟ شلون ولا الحمام اللي هد؟ الحمام اللي هد ما فيه كلام، اللي هد للطير الأول هو اللي هد للطير يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. شفنا الطير يعني بدايته محرق ما شاء الله. نعم، لكن بعض الحمام يعني من قوته تقطع رجاء الطير، يقعد على نفس المستوى ونفس الطيار ونفس القوة ونفس التجهيز، لكن ما قسمت له. بس حتى تالي في مرمي يعني نشوف في توجه من الشباب الموجودين فرق أسهل لهم. مثل ما قلت لك أمس، الفرق وفرت عليهم شيء واجد، لا في الاستعداد ولا في الوقت ولا في الجهد اللي هم يبذلونه ولا في تعاونهم كلهم للثاني، اللي منهم بيغيب الثاني هو اللي مستلم الفريق، فوفرت شيء واجد على الشباب في الهوايه. تعطينا رايك مبارك يعني اشوف على الفرق الموجودين. الفرق طال عمرك شوف قامت تطلع في اكثر من فريق يشارك معنا في المسابقات، سواء في مسابقات الدعوة ومسابقات الطالع نتكلم، او حتى في هدد التحدي. فيها فرقه تحصلهم مجتهدين، وفيها فرقه واحد بيقول على الثاني، بيعتمد على الثاني.
يكون في تراخي يعني في تراخي هذه 100% بيقول الجائزه ماخذها بين الربع، خلي هذا يجتهد وانا لا. في بعد حصر بين الافرقه مو بالجميع لكن الامور تحصل. خلينا نقول مثلا توزيع مهام، بعضهم اذا انشغلت انت في الايام الجايه ممكن قويك او رفيقك اللي في الفريق الطلع يكمل. يختلف على الهدد بشكل عام الفريق، الفريق بيختلف طبعا. لما نتكلم عن الطلع اللي بيفك الطير على الطلع هذا لازم واحد يكون معه عارفه متى بيشوفه متى بيفك، واحد مقدم اكيد، والتدريب هذا واحد ثاني، هذه لها موضوع اخر والهدد موضوع ثاني. تدري من اشكاليات البطولات في لحظه بدايه البطوله نهار الهدد مهما كانت، سواء طلع دعو هدد، الطير ذا له سنة، إذا خالفت أنت سنعه اختلف الطير كليا، حتى في شلتك له من السيت، نقلتك له من السيت. بعض الطيور ما يداني أنك تجي وتبهزها وتشلها بقوم أو بسرعة، يكفخ ولا عادي يعود على الدس. طبعا احنا ما نبغى نقطع حديثنا والربع شوفهم يقرضون الطيور، حين لقد شفناهم احتركوا في الكاميرا مع الطاعنة نسولف ضيعنا السؤال. هذا جابر الله يوفقه اللهم امين. طبعا نشوف بمشاركة الشيخ سلمان بن سلطان بن جاسم بن محمد الثاني، واكيد نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ننتقل للميدان نسمع التعليق. المتسابق رقم 9 الشيخ سلمان بن سلطان بن جاسم بن محمد الثاني، والطير اسمه عوض. عوض جعل فالك التوفيق راعي عوض. يا الله يا ربي وانت رب جعل فالك التوفيق الشيخ سلمان بن سلطان، نشكرك على مشاركتك دائما في مهرجان مرمي، وبشروا ان شاء الله من اليوم شوي اليوم كلها طيبة. يلا دعيني يلا اثني بالمرض ما شاء الله ولا إله الله. نرحب بأخونا الكبير وقدوتي أنا يا حمد الجميلة وقدوتك إن شاء الله طيب، هو يعني أبو خاتم المحشادي. مرحبا بكم السلام يا أبو خاتم، هو جاي من الكويت رايح الكويت نشارككم إن شاء الله في مهرجانهم، والله يبيضكم على علومهم الطيبة. أبو خاتم أبو خالك التوفيق راعي عوض، وعوض يا عوض عوض يا عوض يا الله تعينه يا الله. اللهم صل وسلم على محمد. اليوم عرض لأهل الشواهيم وهو بناقصنا إلا واحد يصيد، وهو خاتم موجود والقلم معه، توقيع شيكات على طول من قريب 100,000 اليوم عندي. أنا متبارك صراحة بأبو خاتم، إذا كده موجود إن شاء الله بصيد. يا الله تعينه أبو خاتم مساعدة شسمه صديق شسمه لي شو يقولونه داخل الصديق شد الحفوق هريني. يا الله تعينه يا الله يلا تعيش إشارة قام تداول فوق عرض يا جمهور من غير دربيل، تفرج بس الشدنها راحت فوق عبيت ترى منظلها الشدنها راحت فوق. يلا تعينه يلا كلهم صغار اسمع لأبشر بالخير إن شاء الله. هذه صغيرة جعل تكبر. يلا تعينه يلا روح الجنوب يا أبو مبارك. يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اقولكم ابو خاتم انا ان شاء الله بصيد. روح جنوب يلا تعينه يلا انطحت الهواء ابشر بالناموس راح شاهين ان شاء الله. يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي. اللهم صل وسلم على محمد. الحمام في قريب لكن طيار الطير هذا يبشر بخير ان شاء الله، يبشر بخير. بارك التوفيق يا شيخ. يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي يا هادي يا دليل. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الله ما شاء الله لا اله الله. كل طير طرته اليوم طاحت غزل اليوم هل الشواهين جاهزين لك يا ابو فخر. يا الله تعين يلا شو يا ابو مبارك تفرج. يلا تعين يلا يا هادي دليل. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله يا هادي دليل. اللهم صل وسلم على محمد. روح يلا تعين يلا ما شاء الله على ذا الجناح ما شاء الله على ذا الجناح. عوض تكفى يا عوض طالبينك يا عوض عوضنا اليوم تكفى ما شاء الله لا اله الله. يلا هديك قاعد يطرد ويصف يا مبارك يطرد ويصف يا سلام عاد ما كسب يطرد
يبرد ما ادري حاجه يقطع قد الطير فوق.
مبارك يوم قوي، ما زلنا نشوف العروض المميزة والقوية عندنا في مجموعاتنا الثانية لمسابقة هدد التحدي. شفنا مشاركة لمسكت متسابق رقم 10 محمد ثاني الهاجري، تكلمنا عنه. طير ما في كلام، طلوع ولحوقه لحد الحين من الطيور اللي انهدت اليوم، يمكن طير واحد اللي بس ما أدى أداء، ولا طيور الباقية ما شاء الله كان أداها طيب والتوفيق. إن شاء الله أنت من بداية اليوم متأمل خير بإذن الله، وكلنا بإذن الله متأملين خير. أنا بخالفكم إذا الطير ما فيه كلام اليوم، ما هو بقصور في طير البريدي الهاجري، لكن ليه ما تمدحوا الحمام؟ ما يحتاج مدح الحمام ما شاء الله. ليش ما تمدح؟ لا عوض اللي هو طير الشيخ سلمان اللي هده جابر بن معيقل بعد طير أدى، والطير اللي هو مسكت أدت إذا طيب، روتنا يعني روتنا على الأقل، سمعتنا تعليق، طول التعليق معها شوي وهي تطرد، لكن الحمام ما قصر. بعدين أبو سعيد يعني بعدين الحمام ذا الواجب أن الطيور لها شبت ما قصر، زين الحمام ما حط له شيء، وش الليلة لازم يحط للحمام ذا غرفة السلامة ولا الوصول ولا عندي يا أبو سعيد أنه بيت فخره شغال بالضغط النفسي وهو مو بده، حتى في تقارير تجهيزه للحمام إشرافه الخاص وهو يقول في التقرير أنا المشرف السنة دي على إنتاج الحمام اللي مشارك في مسابقة السنة ملح البطولة أكيد عبيد فخر. يعني أنا ما عادني أبقى خلاص ما عادني أبقى العبيد، أنا بسميه ملح البطولة. استقبال إخوانه، ضحكه معهم، قطه البعض على قولتهم الفواصل اللي تروعهم، ولا هو ترى وده إنه يفرح هو وياهم ويعوض بعض خسائرهم. أتمنى لهم التوفيق. هذا بن معسف أتمنى له التوفيق. شوف محمد سيف حمدان معسف المنصوري معروف، نقول فعله التوفيق إن شاء الله. ننتقل للميدان.
قلبك بيبطي فيه مثل الحزازة مرمي تراه أكبر بطوله وتعزيز للي لهم من نقلة الطير عزا للي يلي تجي مرمي على غير تجهيز قلبك بيبطي فيه مثل الحساسة مرمي تراها اكبر بطولة وتعزيز اللي لهم في نقلة الطير عازة يا راعي الشاهين تحتاج تركيز ومعسكر حامي ورخصة وجازة وتحفيز من طب في الميدان يدرك مرازة طب في الميدان يدرك مرازة كم واحد للا شط طيره على المز خطر عليه انه يكسر جهازة ويوم الختام للحرارة المفاريز كل اشقر ما عاد يوجد اطراف ريشه من بياض القلاويز ومثنى تريشه كن فيها ترازه ومثنى تريشه كن فيها ترازه كنها لبس بشتم من التبر تطريز وملحف صدره بخام الجنازه خصص لهم شوط عذيب المخاويز مفاز فيها تحتاج تركيز ومعسكر حامي ورخصة وجازة ومعسكر حامي ورخصة وجازة المتسابق رقم 15 علي سلطان جمعان وليد العلي الطير اسمه مكسر مو مكسر 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 اسمه مكسر والحمامة مسميها علبة سلطان تقبض تقبض يا مكسر يلا هندعينه يلا يلا هندعينه يلا فيروخها ان شاء الله انا فيروخها يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي قريب الحال طيب يلا يا ربي يلا هندعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد بعتليها ان شاء الله نبعتليها وردها عليكم يا المنصة ونقول يلا هندعينه يلا لا تترد من تحتك ووسع شوي يلا هنتعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي اتوقع ان سلمة ذو الحمام بيكنسلها عبيد لكن ان شاء الله نفي هو اللي بيكنسلها الشاهين ان شاء الله نبي كنسلها ويلا هنتعينه يلا فوق المنصة الله فرقت يا ابو مبارك جمهور اكدوا لي عقب هذا التعليق هل الصوت واضح ولا مو واضح لان فيه خلل في الجهاز ما ادري وش جهاز الاذاعه يقول الربع انه واضح لكن في البث المباشر ما اتوقع ان الصوت واضح من امس والاخوان المتابعين عندهم بعض الملاحظات على الصوت لكن لا
نادر العنزي دام موجود ان شاء الله مع ولا الاخوان في غرفه الكاش ونقص. علي بن سلطان يقول الصوت واضح، نقول يلا انت عينه وبشرك ان جناحه عاده قوي، حمامه قدامه يا ابو مبارك، يلا يا ربي وانت ربي، يا الله يا ربي وانت ربي، يلا انت عينه، روح يا ابو مبارك روح، طلعنا من المنصه شمال، روح شمال، المرمي المرمي، يلا انت عينه قدامه الحمامه، يلا يا ربي وانت ربي، يلا انت عينه، مكسر كسرها يا مكسر، كسرها وكسر ريشها ونتفها بعد، لعيونك نتفها بعد الحين لا تصيده، ان شاء الله، يلا انت عينه يلا. يا الله تعينه يا الله، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، يا الله تعينه يا الله تعينه يا ما شاء الله لا اله الا الله، يا مكسر مكسر يا مكسر تكفى يا مكسر، كسرها كسرها يا مكسر، يا الله تعينه يا روح يا ابو مبارك سيده، اشكرك اشكرك اشكرك، يا الله تعينه يا اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، يا الله تعينه يا روح يا ابو مبارك روح، الطير راحت ان شاء الله انه لاحق، ان شاء الله انه لاحق، ما اسمع الا ربك المصور وراي يون، يلا انت عينه يلا ما حد قال لك تركب، يلا انت عينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، روح يا ابو مبارك الطير يحول، الطير يحول يا ابو مبارك، الطير يحول، يلا انت عينه يلا، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله، لاحق مكسر يا مكسر، اكفى صف صف، كان في خاطري اخذ شوط بعد شوي لكن صف، حظ اوفر يا راعي مكسر، والله ما قصر مكسر. كسرنا احنا ولكن الحمامة سلمت، وان شاء الله يعيضك ان شاء الله في الايام الجاية. اليوم يوم مزمطن ما اعتحدي، وكل على ما قيل يجلب طيوره، اما يرد القام ولا يردي، والله يوافق كل نفس ثبوره، والله يوافق كل نفس ثبوره، اليوم يوم مزامطن ما اعتحدي، وكل على ما قيل يجلب طيوره، اما thank you.
ودي عبد الله مغارية. المتسابق رقم 18 الشيخ تميم بن فيصل بن قاسم بن فيصل الثاني والطير اسمه مبلش هده بن حليد بطل من أبطال مرمي وفالك التوفيق مبلش. يلا نكتب ليش هذا الطيارة سبت ليش حمامة اسمها بلشة يقول أبو سلطان بلشة. طارد الحين يا ابو مبارك طار مبلش يا ربي وانت رب روح يا ابو مبارك روح ما شاء الله لا اله الله طرد ذا الحين طرد ما شاء الله لا اله الله قبل شيء اخذ لفه الظاهر عشان يرتفع ولا يجي على مستواه والطير طرد ابشرك روح 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 يا ابو مبارك شمال مره روح وقياما بعد هي بسيط ما في مشكله يلا تعين قياما الطير راح شرد راح شرد يلا تعين يلا تعين يلا جهاز يدري اللهم صل وسلم على محمد مبلش يا مبلش تكفى يا مبلش مبلش يا مبلش تكفى يلا تعين يلا اللهم صل وسلم على محمد فوقك يا ابو مبارك عاد قدامك فوق شوي يا مبلش اللهم صل وسلم على محمد اشكرك يا ابو مبارك اشكرك على هذه القياده والفن في القياده اشكرك يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد تكفى يا مبلش جيناكم روحنا شمال وتعدينا على مسارية جود صف صف حظا اوفر يا راعي مبلش من راعي زنتان عليه ترشيح من حمد بن خديم
الطير يغودك اللهم خليك. حمامة اسمها الشايبة وراي الطير اسمه عبد الله بن عايض بن خجيم العذبة المري والطير اسمه والهان. والهان يا والهان ترشيح حمد بن خجيم ما ظنك انه يرشح طير عادي ما يرشح الا طير بطل. ابشر بالناموس يا ابو خجيم ابشروا بالناموس يا الشواهيد. حي والله ذا الطبع اللهم صلي وسلم على محمد والهان وراعي والهان يقول الطير هذا اهداء لك يا بن جميل. يلا تعين يلا يلا يا ربي وانت ربي. والهان يا والهان ويش يفكك في الجار حمد بن خجيم يا عبد الله فخره لو يصيد حمامتك اليوم. يلا انت عينه يلا. والهان يا والهان ارتفع تكفى يا والهان تكفى لا تعود فوقك الحمام والله انا فوق. يلا انت عينه يلا يلا يا ربي وانت ربي تحول الحمامه ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا انت عينه يلا. والهان يا والهان والهانين للفوز والهانين للفوز. يلا انت عينه يلا. ظهري يا ابو مبارك ظهري ظهري شمال ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا اخواني طرد انتبهوا انتبهوا من الطرد لا حد يخلينا نستمع الطير راحت ان شاء الله نلحق. تكفى يا ابو مبارك ظهري شمال الطير ردها للمنصه ردها فوق المنصه. يلا انت عينه يلا ما شاء الله ولا اله الا الله. عادها فوقه يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي. يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ولا اله الا الله. سويت له خطه يا الربع اربع سنين سويت له خطه ودت الشمال وهي فوقه وعودت الجنوب وانطحت الهواء وهي فوقه لكن ان شاء الله شايبة عبيد يا ابو خالد ومعاوض يعظونك ان شاء الله اخوان شمه بشر مسعدك بشر مسعدك وحظنا اوفر يا اخواني. Thank you.
الآن مع المتسابق رقم 20 أحمد بن عبد الله بن أحمد العتيق الدوسري، والطير اسمه مشعوف، حمامته من صندوق حلول. مشعوف ولا حلول؟ تكفى يا مشعوف، اشعافنا يا مشعوف، اشعافنا يا مشعوف، ولا حد إن شاء الله قريب الحمامة يا بابا، أبعدت شوي. يلا جايين، يلا يلا جايين، يلا جهادي يا دليل، اللهم صل وسلم على محمد. تكفى يا مشعوف، مشعوف يا مشعوف، مشعوف يا مشعوف، تكفى. وسلطان عينته بتعومش قبل شوي، شكو امك؟ قال والله يا ابو سعيد من الشواهين ودي لها تصيب، نبغي واحد يسوي لنا التحديث شوي. تكفى يا مشعوف، قريب يلا يا ربي وانت ربي. ما هد في المنصة ولا مرة هتوقع، عود يطرد إن شاء الله نعم صالح. يا الله يا رب، مشعوف تكفى يا مشعوف، ما شاء الله لا إله الله على جناح. روح يا ابو مبارك روح، ما شاء الله لا إله الله، تغير جناحه، ما شاء الله لا إله الله، روح صوب مرمي، صوب مرمي دايركت سيدة، روح يا ابو مبارك. يلا هنتعينه، يلا اللهم صل وسلم على محمد. والله أنا أصطفى أقول المنصة متروع، لكن عود الحين حظا اوفر يا راعي مشوف. تنفر
أكيد ما زالت المنافسة موجودة. عندنا المجموعة الثانية عروض مميزة، عروض طيبة شاهدناها معا. أبو سعيد، يعني لو نتكلم على الطيور بحد ذاتها، يعني اليوم في الهدد اللي شفناه بعضها يكون راكض في بدايته إلين يرتفع ويشوف الحمامة ويكون في طرد طيب. أكثر الطيور مثل ما قلنا من الأول يستنكر المكان، خصوصا المنصة، ويشوف لها عرب واجد، ممكن أنه يتفكر للدعوة، ممكن أنه إلين يتعداهم. بس وجود أنه أقبل على المنصة وتعداها، الحمامة ما عادها بحوله، أبعدت عليه، حتى لو كرب على جناحه إلا ما أقل من الطيور، ما أدري يلحق ولا ما يلحق. وشفنا يعني شفنا طيور حاسبة هنا عند المنصة عقب ما تعدتها وطارت ما عاد لحقت. 23 أكيد. شوف أيضا تسابق عبد الله بن عبد العزيز العطية، أتمنى له التوفيق. أتمنى له التوفيق. رافال 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 إن شاء الله مو مفلح، الله يوفقك يا راعي رافال. يلا تعينه يلا. حمامة سمام قنيص هالك التوفيق يا رافال. الله طبعا محل مقانيص من المحلات اللي تخدم الصقاقير، الله يوفقنا ويوفقهم ان شاء الله ويوفق القائمين عليه، وفالك التوفيق يا رفال. رفال يا رفال تكفى يا رفال، ما شموك على اسم عادي، على اسم طيارة حربية هكترية، وفالك التوفيق. يلا يا ربي وانت ربي، يلا انت عينه، يلا بشرك انا لاحق رفال. يلا يا ربي وانت ربي تكفى، اصمل اصمل بحل الله وطاعت انت نومس، تكفى نومسنا، ما نبغى الا طير واحد بس اليوم، استغفر الله نبغى طيرين ثلاثة أربعة الربع كلهم إن شاء الله بيصيدون. يلا يا ربي وانت ربي، فوقك يا أبو فخر، راحت صوبك يا عبيد، راحت صوبك يا عبيد. يلا انت عينه، يلا يلا يا ربي وانت ربي، يلا يا ربي وانت ربي، يلا بتوفيق من عندك تكفى يا رفال، يعني ناموسنا عندك تكفى. يلا انت عينه، يلا ما شاء الله ولا إله الله. الطير والحمامة على نفس المستوى، أتوقع أنها على نفس المستوى، احتقل جناح وصف وعود يطرد تبريدة شاهين. ان شاء الله نبي يلحق ابو مبارك، ان شاء الله نبي يخلص ظنوننا ان شاء الله. شوف جناح الهقر مقانيس ما فيها حيلة يا ابو سلطان. يلا انتعينه فوق ابو فخر، عودت المنصة يا ابو مبارك، عودت المنصة. يلا انتعينه، يلا راحت تسلم على ابو فخر، وعودت تسلم على ابو خاتم. يلا انتعينه، يلا يلا انتعينه، يلا اللهم صلي وسلم على محمد. ابو فخر حمامك اليوم ما في حيلة، ما في حيلة. يلا انتعينه، يلا اقول لك راحت سلمت على الجمهور، وعودت سلمت على ابو فخر، وروحت سلمت على ابو خاتم، وقالت في امان الله، والطير قاعد يتنفس. هذيك فوق والله انا تقدح راح. Thank you.
بس من راعي البدله هو يتروع من راعي البدله والله اللي انت بي جاهز كل جاهز يا الله هلا. اما الان مع المتسابق رقم 24 صالح بن علي بن حمد بن جار الله العذبي والطير اسمه شواش. حلوه بالارتفاع لكن جات من فوق الحمد. حاولنا يرتفع يجي من فوقها ولكن غلبته بالارتفاع لكن ان شاء الله نقلبها بالصمله. ما شاء الله ولا اله الا الله. تكفى اي الحين جات لك على اللي تبي على اللي تبي. يلا تعينه يلا شد ما فيها حيله قد تبانتم صارت صلال حريش. يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا خلصها خلصها ما شاء الله ولا اله الا الله. يلا تعينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. حلوه من الطبع. اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله يا شواش اشكرك على ذا الطبع. تكفى تكفى. عود يمين عود يمين ان شاء الله انه يرتفع 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 يرتفع. ابشرك ما خلاها ما خلاها ما خلاها. يا ابو مبارك ودني شمال. لا 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 اشاره اشاره لا توديني شمال ودني المنصه. يلا انت عينه يلا ما شاء الله فوقها. يا ابو مبارك ابشرك انه فوقها فوقها. يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا بدي من فوق احد. يلا هو نعم الوكيل على الاعداء. يلا انت عينه يلا ما اقدر اتحكم على الحمام. يا ابو بكر يلا يا ربي وانت ربي. اللهم صل وسلم على محمد ان الله اعطاه الصمله ان شاء الله زبنها بحيل الله وطاعته. يلا انت عينه يلا يلا انت عينه يلا. جات من فوق وسع اللفه يا بعد حي. يلا والله الربع صلاب والله انا صلاب قدت خلاب الا شعره وقدت حريش الا شعره مستسلم. ايه حظ اوفر حظ اوفر يرى الشيء.
طبعا طبعا المسابقة أبو سعيد يعني وصلنا إلى المتسابق 27 قريب من ختام فعاليات اليوم المجموعة الثانية. بشكل عام أداء طيب إلى الآن عز الله، طيور اليوم أدت أداء طيب، استعدادات الربع أكيد هي اللي خلت الطيور تأدي ذا الأداء كله، والتعب اللي هم تعبوه هو وتحملهم، يعني حتى بعضهم اللي يطلع من دوامه، اللي ياخذ إجازة، اللي يعني حتى وقت الإجازة هذه اللي كانت حتى يمكن لعيال بعضهم اللهم أنه عنده في المخيم يجهز معه. فشفنا أطيار اليوم ما شاء الله المستويات طيبة للطيور، لكن يبقى مستوى طيار الحمام غير. الحمام غير، بخالفك شوي الرأي، اليوم عند عبيد فخر وحمامة واحدة اليوم طيارها ما هو واحدة بس حن نمدح الطيور كلها، الطيور كلها طيارها زين إلا طير واحد، لكن الحمام مستواه غير وطياره قوي. الطيور اللي شفناها اليوم تقريبا 4 أو 5 طيور كلها كانت مستوياتها طيبة، يعني من الطيور اللي حنتكلم عنها يعني مع مجانبة كلام الربع البارحة إذا هي واجب أو مو بواجب أنها تستاهل اعطيانها جوائز العرض، أنها قدمت عرض طيب قريب من المنصة، شافوها الناس استمتعوا ببعض يعني الهدد. أنت لقد القانص فرق بين الطير اللي يروح يصيد حبارة في التراب وخلاص تعطيها عليها، وبين الطير اللي تقول أنه طوقها وخذريش وحولها وارتفع هو إياها، هذا الطير تمدحه زيادة. في الطيور اللي شفناها اليوم، الطيور اللي حتى لو انه ما قرب الحمامة لكن كان فيه مستوى، الطير يرتفع فوق والحمامة تحته ينزل وهي تطلع، يعني فيه على قولتهم فن في ذا الطيور. خصوصا اكثر العروض الطيبة المميزة اللي شفناها اليوم كانت عندنا موجودة هنا في الميدان. نعم في الميدان، في الميدان. انا قلت لك ما تقدر تحكم على الطير وهو بعيد انه صاد الحمامة، لا بالله ما قصر، شد انه صاد، نعم صاد ويستاهل وجعل فيه العافية، لكن انا ما شفت اداء ولا شفت طيارة ولا شفت وشو سوى، شلون صاد الحمامة هذي، وش اللي حول الحمامة، هي حولت من نفسها، هو اللي قرب عليها ونزلها غصب، هو هي حولت عقب ما أخذ منها ريش ولا ضربها ولا سمعت. هنا تقدر أنت تتكلم على هل في فنيات ولا ما في فنيات في على قولتهم العرض اللي أنت رأيت أنت، وأنت من التوفيق للجميع أكيد. بعض الطيور العروض اللي شفناها كانت تبعد من عندنا، تتبعها كيام القنوات الكاس تعليق حمد الجميلة أكيد. الصيد هذه تبعد تبغى السلامة، تبغى ترقد على جنب، ما هي تبغيك تشوف، لا تبغيك تشوف عرض ولا تبغيك تشوف غيره، يدوي السلام. لكن ما يخليها تقعد هنا في الميدان إلا قوة الطير اللي على ثرها وتأثيرها عليها، هذا يعتمد على هو اللي يضيع عليها أو يضيق عليها الاتجاهات الأربع. هذا بس لو نقول يعتمد على اختيار الطير بشكل رئيسي، يعني تجهيزات وتدريبات لأنه نسم، مثل ما قلت لك أمس قلت لك ما عاد فيه يعني جهة معينة تقدر تقول والله أنا طيري مثلا من البلاد الفلاني ولا عد فعل إلا البلاد الفلاني، لا جاتنا طيور من دول يمكن ما جاء منها إلا 2 ولا 4 ولا 5 وشاركت في الفعل وفعلت الفعل الطيب، فالطير الطيب موجود في كل طرح، لكن توفيق الله والاختيار والتجهيز والوفق، التوفيق التدريب طبعا له، أو التدريب والتجهيز له ما في شيء
يعني لو تاخذ طير من السوق وبس اللهم انك تدعيه من قريب وتقول بهده ما يصير، ما كسب لياغه ولا انشفت الحمة الطير ذا ولا استقوى جناحه ولا سمعت. بعض الطيور نشوف فيها يعني فيها نسم، فيها روح، فيها طيور فضت. لا والله فيها طيور فيها نسم، ولا ابغيه انا ما ابغي نسمه ذا اللي جاله بعضها تلاب نسمه طويل ويقعد يطرد منه لين يوصل النقيان، ايش ابغي بهذا؟ انا ابغي فيه نسم لكن ابغي فيه قوه جناح، فيه حرقان، فيه انه يضيق على الصيده ذي اللي هو على ثرى. اما طير التلاب ذا يقعد يشوفها هي قدامه وهو على ثرى وانت على ثرى، بعضها يوقف وبعضها لا، الصيده تحول قدها عاجزه، هي عجزت من الطيار وهو على ثرى، هو ما وقف لكنه مو موجع روحه بالطيار وانت ما تقدر، انت مخلي حلالك وفي السماء. واذا تكلمنا على الطذها بشكل عام يعني في صالح من للحمامه وشو؟ ولا للطير المسافه الطويله؟ لا 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 المسافه الطويله مهي في صالح الصيده دائما، يعني الطير التلاب الا ما قل منها، اقول لك على ثرها، على ثر الصيده لين ينحرها، لين يعني هي تعجز تحول تنزل في التراب، وبعضها يصيد وبعضها عقب ذا كله ما يصيد، ما قسمت له، لكن بس اللهم انه ريته قويه وفيه سد. وبعضها لا، الطير اللي يكرب على جناحه من يوم يطير من عندك وهو يحرق ويرتفع يشيخ على الصيده، الطير ما يشيخ على الصيده الا اذا ارتفع ولا لك سرت ظهره هي من فوقه ما يقدر، له بلحقها من تحت وغارفها يحول بها الا اذا قد يطوقها. اكثر تجهيز اخوي علي تجهيز هالطيور ما يهدون على حمام قوي؟ لا ما يقدر، اذا هد على حمام قوي بوه بالطير ولعب فيه وعلمه على الرد، لان كذا عود الطير، بعض العرب اذا عود عليه الطير فرط الحمامه اضعف من الحمامه اللي قبل، تعود هو على العود. صحيح. من تهده كسر عندك هديه انت لوحده ثاني. وحتى الطيارات ما يخليه طول التدريب كله على طيارات، يوم الفانتوم ويوم بيهده على الطياره الام جناحين ويوم بيهد الحمامه يصيدها عنده ويوم بيدعي، يعني علشان الطير ذا ما يتعود ويمل التجهيز او يمل الدعو. اكثر الطيور حتى الفانتوم خلاص عرفها، لان الفانتوم تطير ترتفع فوق، فما تقدر يعني تسوي بها شيء من تنزلها تطلعها تدور بها على الطير على ثار انه يطرد، لا خلاص هو مثلا متعود شاف الفانتوم فوق راح جنوب ولا شمال على حسب الهواء لين يعادلها وحول عليها. طيارهم جناحين لا، يطردها ترفعها من فوق تجيبها من تحتها تلف بها يمين يسار، الطير يتحرك جناحه ويلتوي الطير على ثرى. البعض يدعي الصبح والعصر يهد حمامه. نعم يهد حمام بس ما يهد حمام قوي خصوصا قدام المسابقة علشان ما يلعب في 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 نفس الطير. من آليات التدريب، من آلية التدريب وله بكل طير، بعض الطيور يعطيك وجهه في البداية، بعض الطيور تطول معه، وبعض الطيور من إذا نزل وزنه شيء بسيط يمكن كنت ما انت منتبه له شانت نفسها عليك أو تغير مساره، والطير إذا قعدت ترفعه وتنزل وزنه هنا فقدت انت سنع الطير كله، ما شخت انت عليه، لازم تعرف نفس الطير علشان تقدر تجهزه. وإذا تبغي ترفع مستوى التدريب يعني أبو سيد يرجعون على الطيارة مجناحين؟ هو يرجع على الطيارة مجناحين بس أنت الطير ما تعوده على أنه يترك، إذا كنت تعود على الترك ترى بعض الطيور هنا ساعة تأخذ منه وهو راكد ويطير على ثر الحمام ويشوف قوتها صد. ليه؟ لأنه متعود على أنه هد على مرة ومرتين حمام قوي، يوم خلاه هد فرط من تحته حمام ضعيف معناته هو ضامن العشاء، ما عاد عنده يعني خسارة، راح على ثر ذي ولا ذي هو بيصيد بيعشى، فيبغي المكان السهالة القريب يدعي ذي بيحول عليها بيصيدها عنده وبيتعشى. بارك يعني لو نتكلم بخصوص هذا النوع من المسابقات المهرجانات، مثل ما شفنا الكلام اللي طرح علينا أخوي أبو سعيد، في علم في مشاركة تدريب وتجهيز الطير بين كل المشاركين هنا المتسابقين، إذا مر عليك بشكل عام بخصوص كناشط في حسابات التواصل الاجتماعي؟ كثير تمر علينا المواضيع هذه التدريبات، وكثير من المشاركين أصلا والمتابعين يطلبون أحد يطير لهم الطيارات، احد يخلون الطيوره عندهم ما عنده وقت يدعي طيور كثيره عنده، لكن اكثر الطلبات على تطير الطيارات، البعض ما يعرف يطير الطياره فيطلبون حد يطير لهم الطيارات، ونتمنى انها تتوفر ان شاء الله الزمان الجاي. نتكلم على ام جناحين، ام جناحين او الفانتوم كلها، في بعضهم ما يعرف يستخدمها. ابو سيد اعدادهم كثيره اللي موجودين مثلا لهم تخصص هذا، او حتى سهوله في استخدام الطيارات؟ سهولة ميبسهلة استخدام الطيارة ميبسهلة، بعضهم إلى طيارها فوق ضيعها
يفزع يستفزع بالعربي يشوفون وين طيارته الطيارة. وأكثر الربع ترى الخسائر اللي يخسرونها على الأشياء التكنولوجية ذي مهي بسيطة. الطيارة أقل شيء لو انكسرت أقل شيء بتحط فيها 1000 ريال. تخيل أنك كل يوم كاسر لك طيارة طيارتين من باب تصليح. تصليح هي تصليح صيانة. تخيل أنك كل يوم يعني لو قسمناها كأنك كل يوم تكسر طيارة. انزلت مع ضد هواء، انزلت على جنب، ما انتبهت أنت، التفت تكلم لك واحد وعودت أنت تبغي تنزلها ولا طايحة. قبض الطير بعض المرات يشير اللوك حقها، يقبض الطير يتعلق في الطيارة تختل تحول يجيك طير يشبك له طير. زين يعني ذي كلها. ومع ذا كله لا، فيه شباب ما شاء الله عليهم يعني أتقنوا تطير الطيارات وبسهولة. وفيه ناس لا والله، وفي بعضهم خذ دورة وبعضهم لا، يستأجر في مدربين يستأجرهم يجون يطيرون له كل يوم مبلغ وغادره ويروح. دورة موجودة، دورة للتعليم موجودة موجودة. أعتقد يقدرون يدخلون في النادي العلمي. النادي العلمي فيه قسم للطيارات، يقدرون يدخلون. أول شيء يعلمونهم على الجهاز وعقبه يعلمونه يقدر يطير برا. بس طبعا من الجهاز إلى يطير برا ما تقدر كذا، من الجهاز وبعدين تروح تطير برا. لا، في جهاز أعتقد اسمه السمنستر أو شيء يطيرون عليه على شاشة وعقبها يطيرون برا. حتى لو رجعنا بال ذاكرة أو حتى لو نخلي بعد ما نشوف المشاركة الموجودة معنا على الشاشة، الجبران هادي الشهواني أكيد تمنى له التوفيق. متسابق رقم 25 جاهز. قولي جاهز. حمامة الوعب. الوعب الله يعينك الشهواني. تمنى له التوفيق أكيد. وننتقل للميدان نسمع التالي. المتسابق رقم 25 جبران بن هادي بن محمد الشهواني وفالك التوفيق يا راعي وعد. الطير اسمه وعد. يا ربعنا حان الوعد، ناموس مرمي ينادي، من جد يبشر بالسعد. يا الله يا ربي وانت ربي شدها دفعت. يبو فخرو صلينا العصر يفوز الحمام. ما شاف طيور واليوم غيم يأثر على الحمام. قلت له بنصيد ان شاء الله، نحن بنصيد ان شاء الله، نحن بنصيد. يا ربي تخفى يا وعد. وعد يا وعد جان جنح عودت الحمام الشمالي مبارك طير على مستواها ولا من دونها شيء بسيط. روح تصوب المنصة، راح تصوب المنصة ونقول يلا تعين يلا يلا تعين يلا. تكفى يا وعد. وعد على الوعد جيتكم يا مخلفين الوعود. إن شاء الله من مخلف الوعد. هاي القرانيس إذا سمع ذا الأبيات عزيز تهيضون تسمع تايا متى. أول مرة تقول أول مرة شو ما شو سمعت ابو فخر يقول لا تقولها اول مره تنعاد. يقول لا تقولها قرناس اول مره تنعاد. طيب طيب يا ابو فخر عودت الحمامه الشمال. اذا هذه اول مره تنهد يا ابو فخر انا اشكرك صراحه على تجهيزك وعلى حمامك اللي مو بعادي. روح يا ابو مبارك يلا ادعينه يلا. روح تصوب مرمي، روح تصوب الوعر، اجبنت الوعر يلا ادعينه يلا. حمام كله حمام وعر. قبل الشيبان يقولون حبالي حبالي وعر، حبالي الوعر ذيك اللي ما يتلحق تجبن الوعر ولا توصل. اسمع ابو فخر يقول شرق راح الحمام. مبسوط يا ابو فخر صحيح؟ حظنا اوفر يا راعي وعد. Thank you.
يوم مهم، يوم مليء بالعروض والإثارة، أكيد مع مراسلنا عبد الرحمن الأشقر المتواجد في الميدان ليس يعرض لنا الموجود هناك. تفضل أبو عوف. أمسي عليك زميلي راشد أكيد وبضيوفك الكرام ولا غنى مشاهدين الأعزاء. الأمانة اليوم الثاني من الجولة أكيد الثاني من هدد التحدي والمنافسة جدا قوية. الحديث أكثر ينضم إلي المشارك عتيبه بن سيف المنصوري. أبو سيف الله يعطيكم العافية، المجموعة الثانية هل تتوقع أنكم راح تختمونها؟ الله كريم إن شاء الله، الله يوفقنا يوفق جميع المسابقين. طبعا كل واحد تعب والله يوفقهم جميع إن شاء الله. هو أول يوم ما حد صاد واليوم ما حد صاد، لكن ان شاء الله الفال لنا والفال حق الربع الجميع. ابو سيف ككونك ما شاء الله احد صقارين اهل قطر واحد المشاركين اكيد، ابو احمد عبد الله فخرو تحداكم وكثير منكم تحديتونا في كتاره، ولكن يعني خلنا نقول الحين ما شفنا اداء لحد الحين. والله عبد الله فخرو قوي صراحه، قوي انسان قوي، والله يوفقنا وياه ان شاء الله. تتوقع انك اليوم ان شاء الله بحكم انك السابع راح تختمها؟ الله كريم متفائل ان شاء الله. يعطيك العافيه وفالك ان شاء الله. الله يجزاك خير ابو سيف. زميلي راشد المشارك السابع للامانه يعني ان شاء الله انه متفائل خير، وان شاء الله نحن راح نتنومس معه. للامانه ابو احمد كان يعني خلينا نقول حديث الجرايد اليوم بحكم ان الحمام للامانه لعب دور كبير في هذه الجوله الاولى والجوله الثانيه. ان شاء الله باذن الله صقارينا لهم ان شاء الله خلينا نقول انهم راح ان شاء الله يتنومسون. هذا كل ما لدي من الميدان، ننتقل اليك ولك الكلمه ولضيوف اكيد. يعطيك العافية عبد الرحمن ما قصرت، وأكيد أبو سعيد سمعنا التعليق بداها أنه ما حد صاد لا المجموعة أمس ومجموعة يوم، وقال عبد الله فخرو عسر ملح البطولة عسر خلاص. هذا الرجال يعني ختم الكلام كله، أخذ وعطى وزيادة ما عنده. قال لك عبد الله عسر، أتمنى لهم التوفيق. طبعا عبد الله مثل أخوانه الباقي، عنده متعة وعنده هناسة وعنده تجهيز الحمام طبعا يختلف عن تجهيز الطيور اكيد، لكن الحمام بعد يهد من مسافات وله تيم. الحمام اللي ما تجي على التيم اللي هو يبغي طبعا تكنسل. الله يوفقك. نشوف الهدد، ننتقل للميدان نشوف الهدد. المتسابق رقم 26 عتيبه بن سيف خليفه من شرباك المنصوري، والطير اسمه كريم وطلعته قويه. كريم يا بارق الشرى يلا يا ربي تخفى يا كريم، كريم يا كريم يلا تعيد. الله كريم، كريم المعارض الشجاع منجا. الله أكبر، أشكرك أبو سلطان، الشجاع منجا والكريم المعارض تكفى يلا يا ربي وانت ربي. كريم تكفى يا كريم، وفخر يقول ليل فينا. كريم يا كريم، أبو خليفة شيخ ناصر مع عبد الله يمسك بالخير، أنت أخواني اللي عندك
مرحبا بكم، وجعلها عادة ما تنقطع شوفكم هنا. يلا تعينا يلا. هذا الصوت صفح قلة غير عادية. اي اي رديت غير عادي انا. يلا تعينا يلا. الله فرقت كريم، تكفى يا كريم. يلا كنهم شنو تقل جناح، لكن ان شاء الله عادي يضرب. هذا يضرب عادي يضرب. الله يا ربي وانت ربي. ترى عشوا السيارات وشوف اللكسز، جعل فالكم اللكسز باللي منين. يلا تعينه والله انا فوق فوق. هذه الصلالة، هذه الحريش. لا اعطتها رصاصة الرحمة، لكن يمكن تنفض ووجه على ثرها. لكن عاد جناحة تقيل ما احنا روح ابو مبارك. معه ما جينا احنا الا علشان نونسهم ونروهم وش طيورهم تسوي. يلا تعينه يلا. تكفى كريم يا كريم، والله طلعت انا قويه الله يبارك فيه، لكن ما ادري ايش اقول. حمام بعد مشكون وغيرها مطوع. روح المرمي. يلا تعيني يلا، وجهت الى جبل المرمي. يلا يا ربي وانت رب. يلا بالتوفيق يلا. يلا تعيني يلا. زان جناح هذا الحين، لو انه زان كذا من اول ما طار كان ابشر بالشعب. روح صب مرمي يلا تعينه يلا. هف حظنا اوفر يا راعي كريم. بيضونك فرحان ابو فخر صحيح؟ تقدم تبي تقدم جهد حج عبد الله. المتسابق رقم 27 مسعود بن علي بن صالح بن علي العذبة، والطير اسمه كبريت. كبريت حمام سميها ابو سلطان بوشنكي. شو هذا بوشنكي ابو سلطان؟ يلا تعينه يلا. يلا يا ربي وانت رب. متعب ما يقول متعب والله ما يدري. يلا تعينه يلا يا هادي يا دليل. يلا يا ربي وانت رب.
تكفى يا كبريت. بغيت اقول يا ابو شنكي يلا انت عينه يلا يا ربي انت ربي. كبريت يا كبريت ايش خاط فيها يا كبريت؟ اخوي راشد العضيبه واخوي علي النوره محللين قناه الكاس مرحبا بكم ومسهلا والله اجمعنا وياكم. طير يحول 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 يلا تعينه يلا يا ربي وانت ربي يلا يا ربي وانت ربي قريب والحظ طيب. روح يا ابو مبارك تكفى ردها من دون عزمة فريق تشوتها ردها عليكم يا المنصه. جاتك 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 يلا تعينه يلا تكفى تكفى يا كبريت كبريت يا كبريت ايش خط فيها يا كبريت تكفى يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي ايش خط في ريشها تكفى يا كبريت كبريت يا كبريت يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي ما شاء الله ولا اله الا الله. فوقها الطير الحين فوقها الحمامه تحول يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد. قربني منها يا ابو مبارك تكفى قربني منها يلا تعينه يلا اللهم صل وسلم على محمد ما شاء الله ولا اله الا الله ما شاء الله ولا اله الا الله يلا تعينه يلا يلا تعينه يلا يلا يا ربي وانت ربي ما شاء الله ولا اله الا الله ما شاء الله ولا اله الا الله. لاحظ ان شاء الله انا لاحظ كبريت يا كبريت الحمى وين قدامه تحته قدامه تحته نقول يلا تعينه يلا تبوا يا اخواني مع الجرصاص ينتبه انتبه من الاستبعاد تكفى. عاد معي رئيس اللجان بعد ما فيها واحد اثنين الله يجملكم ان شاء الله يوفقكم. طير لاحظ مروح لعزمة فريق تيوتا يحول يحول يلا تعينه عادها قدامه قدامه يلا يا ربي وانت رب يلا تعينه يلا ردها عليكم يا اهل المنصه. راحت فوقكم يا اهل المنصه قامت تدور بين المنصه وبين جبل مرد صف سين على كبده تكفى هي تكفى ما فيها حيلة ذي ما فيها حيلة يا ابو فخر حظ اوفر يا راعي كبريت.
اما الان مع المسابقه رقم 28 فريق تويوتا وفالكم التوفيق يا فريق تويوتا، نقول يلا نعينك يا الله. وصف على طول يا ابو سيد، صف ما طرد ما طرد كلش، لكن ان شاء الله انه يمكن يعطي حفر عطو شد احمر. ما طرد يا ابو سيد، حظنا اوفر يا فرحة ابو فخر اليوم عليكم. المهم خليكم اللي هو ابو فخر والله ما يخليكم، لكن ما تدري نعطيه عوضين خير يا فريق تويوتا. طبعا يقولون طرد وحمام ده قدام، يقول طلال الخيري شرفوا يلا تعينه يلا. ما شفت الحمامة يا طلال؟ والله ما شفت الحمامة، صارت الظاهر زبت الوكرة. وين الحمامة؟ عادي شوف الحمامة يا جمهور. طير الحمامة قدامه قدامه، ما شاء الله ولا إله الله. يا الله انت عينه يلا. طرب يا طرب، تكفى يا طرب، بيروح طرب. يا الله انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد. فالكم التوفيق يا فريق تويوتا. الحمامة قدامه بيروق يا ابو فخر، ان شاء الله انه بيروق. طرب حمامي اللي بالمساتين يلعب طرب والهمه جاه. يلا انت عينه يلا. اللهم صل وسلم على محمد، ما شاء الله لا اله الا الله. طرب يا طرب، اطربنا يا طرب، تكفى يا طرب. والله ما شفت الحمامه الا كذا. يلا انت عينه يلا. يلا يا ربي وانت ربي، تكفى يا طرب. طرب يا طرب، يلا انت عينه. صف اهم شيء الحمامه ضحنا في ابوها، على الاقل طرد شوي ولا واجد. حظنا اوفر يا فريق تويوتا، حظنا اوفر يا اخواني. والله كان راعي خطه، لكن حمامة فخر ما فيها شيء. وين راح الهبي؟ حمامة راعي يكسرك بطوه يا اخواني. يلا يا ربي وانت ربي، حلوة ذا الجناح حلوة
حلوة يا ابو علي. حمامة سمعها عكشات عكس. حمامة سمعها عكشات عكس. عكشات وبرد اخون. عكشات في العراق برد اخون في ايران. فالك التوفيق. يلا تعين يلا. يلا يا ربي انت رب. هذه يدلين. راح يسار والحمامة راح تسين. راح تشرق. لكن يطرد الطيف. يلا تعين يلا. خلى حمامته وروح. ظاهر قدام الحمامة يا ابوه. طير مروح شمال ويحول. يلا تعين يلا. حمامته راح تشرق لكن طير صف. سنع سنع طير شايف له شيء لكن ما قدام شيء. Thank you.
بطل من أبطال مرمي في جميع المسابقات، أخي محمد بن صالح بن حمد القمر النابت، والطير اسمه حالول، ما يسمي حالول على طير عادي. لا ما حد. فالك التوفيق يا أبو صالح واللي بيهد جر الله محمد. هم هتكفى ما شاء الله ولا إله الله، ودينا نحلق على طول، أسرع طير يعلق إن شاء الله نبيعلق. ما شاء الله ولا إله الله، حالول يا حالول، تكفى يا حالول، جعل فالك التوفيق. والحرارة سمها همس على لقية صالح القمرة. همس إن شاء الله الحالول بيصيد همس، ولكن همس إن شاء الله تكسرتين في الريش. يلا نتعينه يلا، تكفى يا حالول، حلول يا حلول، يلا نتعينه يلا، حلول يا حلول، تكفى يا حلول. ابشر بالناموس يا ابو صالح ان شاء الله، ابشر بالناموس يا ابو صالح، ابشرك نقدح على مستواها. وسعيد السومالي اليوم موجود، يا مرحبا يا ابو محمد، ترى حيب المطر وان شاء الله حلول بيلحق وبيصيد ان شاء الله، ان شاء الله الناموس عندك القمره عاده من عوايدك. يلا نتعينه يلا، يلا يا ربي وانت ربي يا هادي يا دليل، اللهم صل وسلم على محمد. ما شاء الله، تكفى يا حلول. صف صف يا ابو محمد، كسرت التيم همس، همس كسرت التيم اللقاية وكسرت تيم الحمام، حظ اوفر. وجهت ذا الحين، وجهت يا مفطيس، ابشرك. ثم وجهت صف، تكفى تكفى لا تصف.
جاك الطير جاك الطير جاك الطير يلا تعيني يلا وجه الطير ذا الحين لا تصف تكفر عادي يطرد ولا صف يلا تعيني يلا حمام على وجهة هاي الحين صف حود يطرد صف جمهورنا الكريم شكرا على متابعتكم اخواني المتسابقين معوضين ان شاء الله ابو عبيد ما زال بالفعل رقم صعب بالنسبه لعدد الشواهين لكن الله يعيننا عليه ان شاء الله نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم والله يجمعنا وياكم يلا يا ربي الى يوم الدين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مطب في الميدان يدرك مرازه مطب في الميدان يدرك مرازه كم واحد لا شط طير حرر مرحبا بكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا جميع مشاركين ومتسابقين المجموعه الثانيه اكيد ننتقل الى مراسلنا عبد الرحمن الاشقر نشوف شو اللي عنده في الميدان تفضل بوف يلا رجعنا لك مرة ثانية زميلي راشد للأمانة كانت جولة ممتعة ولكن لحد الحين ما حالفهم الحظ للحديث أكثر عن الحظوظ وعن تجهيزات الطيور انضم إلي أكيد معلق يعني هدد التحدي أخونا أبو سعيد معلق يعني المهرجان الله يعطيك العافية أبو سعيد والله يجملك الأمانة جولة ثانية قوية بس لحد الحين ما شفنا يعني خلنا نقول حظوظ كبيرة وأول شيء الله يمشيكم بالخير ومشي أخوي راشد العضيبة وأخواني المحللين هما أدرى صراحة بتجهيز أبو فخرو وأدرى يعني حمامه مو بسهل اللي يميز هذه المسابقة صعوبتها وناموس فخرو مو بسيط يعني صراحة يحتاج له طير
قوي وفوق القوي يحتاج له حظوظ ان شاء الله انها تكون من نصيبنا ومن نصيب الاخوان المتسابقين. ابو سعيد ما شاء الله انت يعني خلينا نقول انت اللي سكرت يعني العام او انت اللي ما شاء الله نلت بفوز هذا التحدي، ولكن اليوم احنا شفنا وامس انطلاقه يعني فريق تويوتا ولكن ما حالفهم الحظ، شنو اسباب خلينا نقول بوجهه نظرك الاسباب اللي ما خلتهم؟ شوف الطير اليوم مو بجاهز، يعني الربع اهل الطيور يعرفون الفطريات يوم يجي الطير، الطير هذا كان مع فطريات ادى اللي عليه صراحه، قرب من الحمامه ولكن ما حالف الحظ. الطير اللي البارحة يعني ما بعد ما كان بالمستوى المطلوب، وهو أصلا ما شوفه إنه سبوق، لكن أنا دام إنك تبي تصريح أنا أقول لك أبو فخر يوم الثلاثاء لو يجيب ليالي بكبرها من العزبة مصيودها إن شاء الله. يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء إن شاء الله. الله وجهك ما نبي نأخذ. وجه. أنا أدري إن عندك تجهيزات حق هذه ولكن ودي. الله يعينك. الله يسلمك. الله يعينك. يوم الثلاثاء نفس ما قال أخونا يعني الكبير أبو سعيد، يوم الثلاثاء لو يجيب ليالي ويجيب حمامك يا فخر كلها أبو سعيد لك بالمرصاد، ما ندري هل راح يتحقق يا أخوي راشد ولا لا، ولكن الموعد إن شاء الله بكرة ويوم الثلاثاء. هذا كل ما لدي من عندي، أختمها ونقول لكم تصبحون على خير. يعني هذا كل ما لدي، نعود إليك يا راشد ونشكر أكيد الزملاء في الاستديو والمحللين. يعطيك العافية بعوف، أكيد نوجه لك شكر لتواجدك في الميدان، وأيضا لأخوي حمد الجميلة على إضافته لمسابقة هدد التحدي، دائما تعليقه مميز. أكيد يا أبو سعيد يعني سمعنا التعليق والتوعاد حتى اللي بينه وبين البيت فخم. والله ملح البطولة هذه النقطة الثانية له الليلة وعلى التوالي، شفنا عروض شفنا طيور طارت بمستوى طيب وقربت من الحمامة، لكن الحمام عسر، بس نقول الله يصبرنا إلى يوم الثلاثة، نبغي نشوف ذبح حمام. الذبح إلى ذا الحين السكاكين كلها في مكانها والطيور ماش نتعشى إلا حمام القفص، فنتمنى التوفيق. طبعا اليوم مثل ما قلت لكم شفنا انواع الطيور والوانها واوزانها، لكن القلبه الى الحين والكف الراجح الحمام. طبيعه الاخوه مبارك، شفنا ثاني ايام مجموعه هدد التحدي، المجموعه الثانيه طبعا نتكلم عنها بشكل عام، حتى خصوصا الحضور اليوم اكثر مرضي نوعا ما لليوم الاول. صحيح اليوم غيابات قليله، لكن مسابقة اللي أمس مشاركين اللي أمس أقوى من اليوم، طيور أقوى من اليوم، لكن حمام فخر ما في كلام. شراك أبو سعيد الحين كسبنا اليوم أسامي سمعناها وشفنا أخواننا طبعا من خلال الشاشة، الصقاقين اللي حم بعضهم مبطي ما شفناه، كان ودنا أنهم يتنومسون ويفرحون ونفرح وياه. وطبعا عبيد دائما يطلع له باشياء خاصه، اضطريت انت عبيد، ننتقل اكيد لعبد الرحمن ونشوف اللي عنده. راشد انا يعني اعتذر، انا قلت اني راح اختم، ولكن يعني الحمد لله حالفنا الحظ ان احنا ناخذ يعني غني عن التعريف ابو احمد عبد الله فخرو، الحمد لله ان احنا لحقنا عليه قبل ما يحرك موتره. ابو احمد الله يعطيك العافيه. طبعا نبارك لك، انت اليوم تصدرت الجرائد القطريه يعني للامانه بقوه، شو اللي قاعد يصير يا ابو؟ والله أنا تعبت صراحة السنة، أنا كل سنة طبعًا أخلي عندي الدريولية، السنة هذه الحمام الجديد ذي شخصيًا يعني أنا بنفسي الفجر أنا هني موجود وأنا تعبت عليه، ولكن وإن شاء الله أنا أقول لهم بعد هذا يعني حصريًا بكرة إن شاء الله لازم أحط 2018 اليوم اللي هديتهم كله 2017. ما شاء الله يعني في جديد تو الجديد ما دخل. إيه لا بحط بكرة بحط 2017 عشان أكون صادق و2018. أبو أحمد حمد بن سعيد يقول لك الوعد يوم الثلاثاء لو تجيب ليالي كلها صايدك يلا الوعد إن شاء الله، إحنا يوم الثلاثاء موجودين إن شاء الله. نفس على قولة بعض الشباب يمكن نشوفهم في التسجيل كانوا يقولون إحنا راح نتحداك وإحنا ويتحرشون فيك، ولكن أنا اللي لاحظته فيك يا أبو أحمد إنك هادي وسبحان الله. أي طبيعتي أنا أقولهم الميدان، اما اتكلم كثير لا، انا دائما اقول الله يوفقني ويوفقهم وان شاء الله بكره. يعني ابو احمد مش ناوي ترخي يعني خلينا نقول 2018 فروخ 2018 يخرع تو احنا 2018 بكره بتشوفهم ان شاء الله بيبينون، واذا بعد قو بعد مستسلم شو اقول. يعني توعدنا ان شاء الله اول ما يصيدون حمامتك راح نجي على طول عندك ناخذ. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه ابو احمد. الله يسلمك. بيض الله وجهك راشد. انا هنا من يعني من نص يعني الانطلاقة أقول لك تمسون على خير الربع وختمناها. الشباب أبو أحمد قاعد يعني يتحدى الشباب بكرة يقول لك راح يطلق 2018، وأبو سعيد يقول لأبو أحمد الوعد يوم الثلاثاء. والله ما ندري بس يقولون الميدان يا حميدان يا راشد لك الكلمة. يعطيك العافية عبد الرحمن، أكيد وما زلنا نسمع
الجملة اللي دائما يرددها ويرددونها كثير من المتسابقين في حال ما حالفهم الحظ، لم ينجح أحدا مع ثاني أيام المسابقة، وأكيد تزيد حماس وتشجيع هالشواهين لكل أخوانهم المشاركين في المجموعات القادمة. طبعا أخوي مبارك يعني سمعنا كلام عبيد، حمام إنتاج 2018 بيكون موجود بكرة، نتمنى نشوف 2018 صحيح من أخوي عبيد، لا سويها خدعة من خدعة اللي ما يخليها، وإن شاء الله بإذن الله بكرة في تأهيل بإذن الله. أكيد بو سعيد يعني 2018-2017 عبيد فخرو معروف إن شاء الله أن عبيد بيجي ب18، لكن أنا اللي نذل منه أن عبيد لا يشارك ب19 بيض. عبيد تهديداته قوية وكلمته إذا قالها محسوبة عند الصقاقير كلهم. الحمام قوي وعاده بعد اللي يزيد الحين التوتر انه يقول انا اللي كل صبح هنا وانا اللي هده، يعني ما حد اشرف عليه هنا سندي. معناتها العلف والماء والهدد وحطه في السياره وتنزيل هذا كله بيده، فالله يوفقه ويعطي الجميع العافيه، ولكن ان شاء الله لنا في الحمام ذا وفي القفاص الدين نصيب ان شاء الله. اكيد ناموس اهل الشواهين كلهم الله كريم ان شاء الله. بس إذا لو نتكلم بصوره بسيطه عن توقعاتنا لبكره، انا اتوقع بكره ان شاء الله ان شاء الله تنصاد انت ان شاء الله. اخوي مبارك كلام اخوي علي بالنور، اتوقع ان شاء الله ثنتين ان كان 2018 لا لا ان شاء الله. عبيد ما يقول كلمه الا هو ان شاء الله عندها ان شاء الله. اكيد علي بن سيد النور مبارك مهندين، اشكركم على تواجدكم واضافتكم لنا في الاستديو الخاص في هدد التحدي. طبعا اعزائي المشاهدين، مع نهايه المجموعه الثانيه في مسابقه هدد التحدي لهذا اليوم لم ينجح أحد، وما زلنا نتوقع ونتأمل الفوز في الأيام الجاية. نذكركم في مسابقة بكرة للمجموعة الثالثة، مسابقة هدد التحدي معروض لكم على الشاشة، المجموعة الثالثة هدد التحدي لفروخ الشواهين الفترة المسائية إن شاء الله بيكون في نفس التوقيت بإذن الله تعالى، ونتأمل خير بتواجد أول المتأهلين معنا في هذه المسابقة. بالإضافة نذكركم إلى برنامج اللي عندنا مع أخوي خليفة بن سلطان الحميدي لمناقشة كثير من القضايا والأمور الحاصلة عندنا في مهرجان مرمي مع كوكبة من الضيوف والمحللين. في أمان الله.